السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المدرب الفرنسي، وين قال لك مدرب فرنسي يمنح المنتخب الجزائري هدية ثمينة. ما يعطينا هذا يعطينا هدية، ديشون يعطينا هدية، راكم مرضى نتوما والله العظيم لا مرضى. ديشون يعطيك هدية، لي شوكو شوف كاع المنتخبات العربيه ما يستفادوش من فرنسا. خلي مليح في راسك، لي شوكو يسيب كاع المنتخبات العربيه ما يستفادوش من فرنسا. دي شوكو يسيب يعيط لهم مصاب كي يدير، كانت بكري تخرج حبه زوج كيما الضربه تاع فقير، كان فقير يعني كانوا الناس كان مازال تخدم، كان جاي مورا عوار وجايين عوار شرقي هادو كانوا جايين، كانت حبه برك باينه فقير اداه. كيفاش يخدم عليك تا يعطيك هديه ثمينه؟ غلط، تغلطوش الناس. وكاين جاتنا صباحات خرجوا يعني راهم يدافعوا على فرنسا بعد ما كانوا يعايروا عوار ويعايروا شرقي ويعايروا عايروا قويري عايروا اي تنوري، كاع عايروهم هادو، تعقلوا عليهم. هذا الكلاب المدربه الشرسه، محامين تاع الفيفا يعني يعرفوا خبايا تاع الفيفا يعني كاع كان يهضروك. اليوم خرجوا قال لك هاك ما تغلطوش، كاين ايفان 3. حنا بروحنا كان على بالنا باللي شرقي اوليس هادو، حنايا المهم عدلي اللي درتو عليه فيم، عدلي اللي درتو عليه فيم، المهم عدلي مكاش، المهم عدلي تاعكم مكاش يعني ضعيف اللي ضربتو عليه، خلوه يروح خلوه عند الناس وخدا اخرين اللي رياو عليه، قالوا له خطيك ما تجيش ليكيب ناسيونال كلش اللي كان يهدر معاه، خلوه اليوم هما ينفعوه. انا راني نقول لكم ونعاود لكم شرقي اوليز كلش سبتمبر يكونوا في المنتخب الوطني الجزائري، متالي كاع سبتمبر يكونوا في المنتخب الوطني يلعبوا يديروا اسم رواحهم في الاولمبيات، معليش اليوم وراها تشوفوهم في المنتخب الوطني الجزائري. قال لك وين منح المدرب المنتخب الجزائري ديشو منتخب الجزائر هديه ثمينه بعدما اعلن يوم الخميس عن قائمه اللاعبين المعنيين بخوض بطوله كاس امم اوروبا المقرر اقامتها في المانيا انطلاق من 14 جويليا القادم. وقرر ديشو استدعاء 25 لاعب للمشاركه مع المنتخب فرنسا في اليورو والذي سيخوض فعاليته الديوك ضمن جويليا يعني ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب المنتخب هولندا والنمسا وبولندا، وذلك في المشاركة في 11 يعني لهم في حدث الكروي الأوروبي. وسيسعى المنتخب الفرنسي لتحقيق المشاركة الجيدة في كأس أمم أوروبا بألمانيا، وذلك بعدما ودع اليورو السابق من الدور الثمن النهائي على يد سويسرا والمدرب فلاديمير اللي راح حاكم دروك المنتخب الوطني. وأعطى المدرب المنتخب الفرنسي الجزائري فرصة جديدة لإقناع مايكل أوليس مهاجم نادي كريستال بالاس الإنجليزي يحمل قميص المنتخب محاربي الصحراء، وذلك بعدما لم يستدعيه للمشاركة في اليورو مع المنتخب الديوك رغم تعرض ديشو لضغوطات من وسائل الإعلام الفرنسية لاستدعائه. يعني رانا في الطريق المفتوح دروك، حنا على بالنا بلي ناس كاين أمور إيجابية إن شاء الله. وفضل ديشون استدعاء مهاجمين أصحاب الخبرة على غرار جيرو وأنطونيو غريزمان ومبابي بالإضافة إلى برادلي يعني مهاجم باريس سان جيرمان الشاب، فيما خلت القائمة من أسماء أوليز صاحب 22 عام ويملك أوليز إمكانية تمثيل 4 منتخبات وهي الجزائر إنجليز نيجيريا وفرنسا، والذي تملك أصول يعني والأم تاعو التي تملك أصول جزائرية، واختار مهاجم نادي كريستال بالاس حتى الآن تمثيل منتخب الديوك تحت 21 عام حيث خاض معه 7 مباريات ولكنه لم يلعب مع أي منتخب أول من البلدان التي يمكنها تمثيلها دوليا. ومن شأن عدم استدعاء أوليز من طرف المدرب الفرنسي للمشاركة في كأس أوروبا أن يمنح الجزائر أمل جديد في إقناع اللاعب بارتداء قميص الخضر، وذلك ضمن استراتيجية الاتحاد الجزائري الراغب في الدفع يعني العديد من اللاعبين
إلى تغيير جنسيتهم الرياضية واللعب مع المنتخب الجزائري، ومن بينهم أولياس شرقي نجم أولمبيك ليون وإكليواش موهبة موناكو. ونجح المنتخب الجزائري مؤخرا في إقناع بعض اللاعبين بتغيير جنسيتهم الرياضية واللعب لها، وأبرزهم حسام عوار متوسط ميدان نادي روما الإيطالي، وأمين غويري مهاجم ستاد ران الفرنسي، وريان أيت نوري ظهير أيسر لنادي فولهامبتون الإنجليزي. هذو اللعابة هذو اللي ذكرناهم التوالى كانوا مقبل كانوا يدفعوا فيهم باش يروحوا يديروا التجنيس مع قطر، وشكرا لهم شكرا لهم شكرا لهم. هذه هي يقول لك عطانا ما عطانا لا جرأة لا والو، جرأة تاني انا يدي شوني مخنز يعطينا انا يا ياش. يعني هادي شو هنايا دي شو هنايا يعطينا مين يعطينا والو دي شو هنايا دي شو شو يعطينا هنا وعجبتكم وتحضروا فيها وكلش نورمال. شو بيه الجديات قال بلي حقروني 2010 عاودي خليها جديات جديات طلقتي كرة القدم هذه وطنة حاجة اللي يجي يلعب مرحبا به، ما يجيش يلعب الله يسهل عليه. شو قال لك قال لك الذي لم افهمهم هو لماذا فرح عندما بعد عدم يعني استدعاء كل من شرقي اوليز وشرقي وعدلي للمنتخب الفرنسي. هذه الاسماء من حقها تمثيل فرنسا لانها بلدها الام وهي تمتلك الافضل عليهم الفضل عليهم وليس بلدنا، ولا يجب ان نطلبهم باختيار تمثيل الجزائر دون إرادتهم لأن هذا يسمى رخص وطحين والانبطاح. بصح انت هذه فوت باندو هذه فوت باندو هذه اللي راهي طالب باللي ما نطالبوش هاد اللعابة يجوا، هذه فوت باندو تعرفوها تعمل تاع نيباروان هذاك تاع الصحابي اللي قال انا الاول في الجزائر اللي واحد الخطرة قال لهم جاوا من الخارج خسروا لنا ستاد والناس امنت. مشي باغي ما نزيدوش نجيبو اللعابه يا وين نجيبو نجيبو شرقي ونجيبو نجيبو 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 كسمو اولاس ونجيبو هذاك تاع الالمان ونجيبو نجيبو اقعدوا عليهم توما حنا نجيبو اللعابه راكم ضره على بالنا راكم ضره كوراحو يلعبو كوراحو يلعبو ما كاش غير اخرك. هذيا كراو يلبو كانوا كنتو غادي يطيحوا عليهم، حنا يا رانا فرحانين واو لله باش تعرف هذيا كرة القدم. انا وحده جايبينها تجي تهضر نتايا على تجي تهضروا نتوما بيتهمونا باللي لا ما نعيطوا نعيطوا لهم يجوا باش تدخلكم سيدي موتوا في غيظكم موتوا اي موتوا وادي موتي تربح
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وما تنساوش تفعيل الجرس.